ودي لو سألتكم سؤال وقلت مثلا لو حبينا نعلن للناس تجي تزورنا هنا في الدرعية، هل ممكن نقول لهم لا تجون؟ خلينا نشوف الشيء. عرفت خلينا نشوف هذا الفيديو يا جماعة. يصعب عليك أن غمست نفسك فيه أن تعود، فالكهل يغدو فيه طفلا، وألوان انتبهت من شدة الشعور، وكأنك لم تحيا على هذه الأرض من قبل، عوالم تنبجس من فرط الخيال. أما بعد، لا تجون، لا تجون، لا تجون، لا تجون، لا تجون، لا تجون. تحية لأبو ناصر وتحية لموسم الرياض العظيم. أكيد الحافظ أكيد، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير يا أبو ناصر. أنا ما أجب بسلوقي بصراحة اللي مختار لا تجون هذا. أول شيء أحسن من معنا. إحنا ثلاثة موجودين. خوي صديق المخرج محمد. هذا أولاً يعني. أنا جالس أعلق. تمام. محمد الملا المخرج. أخوي. صاحبه. أخوي المخرج اللي أخرج لك هذا خوي. بعد. بالعكس هذه عليك. ما جابني. لا بصراحة نقدر نقول إنه الفيديو فنان يعني روعة. يعني لما يكلموني قالوا لي موسم الرياض أنا كنت قايلة إن ردي من غير ما أعرف إيش هو، بس لما قالوا Game of Thrones أنا من عشق هذا المسلسل لدرجة إني رحت كرويشيا 2019 وزرت الكاسل واللوكيشن وكنت مرة فان يعني. فاثنين في واحد صراحة، والأند بورت يعني كيف طلع في الأخير كان صراحة رائع. أنا عكسك يا سارة. ليه؟ أنا يعني ما أدري، أنا يمكن عدد قليل، انا ما شفت جيم اوف ثرونز. ما شفته؟ ما شفته والله. لا يا اصلي. اي والله العظيم، فما ادري، ما كنت ادري عن تفاصيله ولا اعرف شيء. اللي ابهرني صراحه نوجه له تحيه المخرج محمد الملا يعني. بس احب اقول لك شيء، انه شخصيتك من احلى الشخصيات في المسلسل. فانت شخصيتك اي طبعا. اي انا سالت قالوا لي لا وضعك لا تمام جدا. اي كويس، بس يوم جابوا لي عصا وجلافز وما ادري ايش. يا رجال احمد ربك، احنا شايف الباروكه تعبنا وبرد كان. بس اي بس انت متعوده. اي بعد يعني صحيح. انت ما انت ما ما شفت شكلك في يعني. حاول قلب علي قلب علي. اطلع لماجد الحين. لا بس لا اطلع لك. طلع لماجد. لا بس بقول لك شيء، بس الصدق يعني نوجه تحيه صراحه لمعالي المستشار أبو ناصر، اللي 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 كل فتره قاعد يعني يفاجئنا هو صراحه، وكل القائمين في على موسم الرياض. صحيح. يعني صراحه اللي سوى صيت وسوى دعايه. صحيح. يعني اختصرت سنين. صحيح. اي والله للوصول يعني للعالم يعني صراحه. طيب. فالله يقويهم. امين ان شاء الله. وحنا ذراعك اليمين يا ابو ناصر صراحه، بيض الله وجهك والله يقويك. وان شاء الله يا على طاري لا تجون يدو. كلمتك اي لا تجون خلاص، لا تجون السعوديه وتعال. طبعا الناس ترى سؤالك صدق في محل، يعني في ناس يسالون طيب ليش تقولون لا تجون يعني؟ علشان تجون. أيه. بالضبط، هم ما يدرون ان افيه ابو ناصر يعني هو. أيه. دائما يعني زي يعني خلونا من الزحمه يعني لا تجون وتضايقونا. هذا شيء عكسي يعني، الزحمه خلونا ناخذ راحتنا. والدليل العالم جات كلها. أيه يا اهلا وسهلا فيكم. هي خدعه نفسيه اصلا، لما تقول واحد لا تسوي كذا هو يقول ليش يا لي لا تسوي كذا، فانا بنسوي. طيب.